إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال مراسل يمن شباب إن ميليشيا المجلس الانتقالي تستميت في آخر معاقلها بمديرية خورمكسر وتخوض معارك عنيفة مع قوات الجيش. وأكد المراسل فرار الميليشيا الانتقالي من المعسكر الرئيسي لقوات الحزام الأمني بمنطقة الشعب بمديرية البريقة وقامت بنهب محتويات المعسكر. كما فرت ميليشيا الانتقالية الإماراتي من ميناء الزيت وشركة مصافي عدن بالبريقة باتجاه الخط الساحلي. وتشهد مديرية دار سعد مناوشات بسيطة حيث وصلتها قوات الجيش الوطني بعد أن سلكت الخط الفرعي الواصل من نقطة العلم شرق عدن إلى شمال عدن مرورا بالمدينة الخضراء المحاذية لمحافظة لحج. ولا تزال تعزيزات الجيش الوطني مستمرة من شبوة مرورا بمحافظة أبيان. لمتابعة هذا الموضوع أكثر ينضم معنا من عدن مراسلنا الزميل أدهم فهد. إذن أدهم، من خلال المعلومات التي استطعت جمعها حول التطورات الأخيرة، هل يمكن أن تخبرنا عنها؟ نعم، ما تزال الأوضاع في عدن متوترة. قوات الجيش الوطني تحاول تطهير ما تبقى من الجيوب المتواجدة. حتى الآن لم تصل قوات الجيش الوطني لمديرية المعلى والتوائي، وهي المعقل الرئيسي لمجلس الانتقالي الجنوبي. بيان وزارة الداخلية يؤكد بما لا يدعو للشك بأن المعركة باتت محسومة، فقد وجه بحماية الممتلكات الخاصة والعامة. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن هناك حالة فرار فرت من مديرية البريقة، أيضا من مديرية دار سعد. نقاط الحزام الأمني التي كانت منتشرة بين مديريات عدن وفي شوارعها الرئيسية اختفت تماما بحسب تأكيدات شهود عيان. طيب، هل ما زالت هناك معارك في خورمكسر وجبل حديد، أو هناك محاولة للمقاومة من قبل ميليشيا الانتقالي؟ حاليا من مناوشات واشتباكات، إنما هي خطوات فردية أقدم عليها القادة الميدانيين، بينما القوات الأكبر والأكثر حجما انسحبت إلى محافظة لاحق لينتهي بها الرحال في محافظة الضالع. كما ذكرت سابقا، الوضع يميل أكثر، تميل الكفة أكثر لقوات الجيش الوطني، وهي عازمة على حسم المعركة خلال الساعات القليلة القادمة. هناك وساطات لأجل تسليم ما تبقى من بعض مواقع الانتقالي في مديرية المعلى والتوائي وغيرها لأجل تجنيد المدنيين. طيب، نعم. قبل أن نتحدث عن المدنيين أدهم، ما هو الوضع الآن بالنسبة للمؤسسات والمعسكرات؟ نتحدث مثلا عن مقر الحكومة، أيضا موانئ عدن، المطار، المؤسسات الحيوية للدولة، كيف هو وضعها الآن؟ مطار عدن الدولي كان أولى المؤسسات الحيوية التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني ظهر اليوم. للعلم، عاد منتسبو قوات الحكومية وقوات ألوية الحماية الرئاسية خرج منتسبو تلك الألوية من منازلهم بسلاحهم الشخصي باتجاه معسكراتهم التي سبق وأن سقطت بيد ميليشيا الانتقالي، والتي فرت ليحكموا السيطرة على معسكراتهم بما فيها ما تبقى من العتاد الذي تركوه خلفهم. مديرية منطقة العريش في مديرية خورمكسر فيها العديد من المعسكرات، معسكر الصولبان والذي فيه معسكر قوات الأمن المركزي ومعسكر الدفاع الساحلي، جميعها الآن بيد قوات الجيش الوطني، ويقودها الآن قائد قوات الأمن الخاصة العميد محمد العنبوري. طيب، بالنسبة لأهالي عدن، كيف تابعوا التطورات الأخيرة الجارية في مدينتهم؟ نعم، التطورات كانت متسارعة للغاية، لكنها كانت متوقعة، خصوصا بعد تهاوي ميليشيا مجلس الانتقال في شبوة ومرورا إلى محافظة أبيان التي شهدت معارك عنيفة منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم. للعلم، المعارك التي شهدتها محافظة أبيان هي أعنف بكثير من تلك التي شهدتها محافظة عدن. يمكن القول بأن المعركة الحقيقية كانت في أبيان، وانتصار الجيش الوطني في محافظة أبيان حسم المعركة تماما. إذن شكرا جزيلا لك الزميل أدهم فهد مراسلنا من عدن.